جوائز مجتمع العمارة العالمي في الدورة الحالية شهدت فوز العديد من مشروعات معمارية مميزة لعدد كبير من الطلاب والطالبات في الجامعات المصرية. أكيد أبرز المشروعات دي كان مشروع عن تنمية السياحة الريفية الزراعية في محافظة الفيوم، وكان في مشروع تاني كمان عن معرض أقمشة يدوية تاريخي، وكمان مشروع كمان لإنشاء مركز لإحياء الكتابة الهيروغليفية. تفاصيل كتير هنتعرف عليها مع البنات الحلوين اللي منورنا في الاستوديو أصحاب المشروعات دي. خلينا نرحب بسهيلة السقا، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. وندى فكري، أهلا وسهلا يا ندى. أهلا بحضرتك. ونورهان محمود، أهلا بحضرتك. أنتوا الثلاثة الفايزين بجائزة مجتمع العمارة العالمي، أهلا وسهلا بيكم منورنا. يا أهلا بيكم. طيب في البداية كده قبل ما نبتدي نتكلم عن التفاصيل بتاعة المشروعات الحلوة جدا اللي أنتوا عملتوها، خلينا نتعرف مع بعض على الجائزة دي أصلا إيه والمجتمع العمارة العالمي. مجتمع العمارة العالمي بيبقى متقسم لأجزاء كتيرة، جزء المعماري وجزء التصميم الداخلي. بنبدأ نقدم، هو ويب سايت معروف عالميا على مستوى العالم، بيتقدم من جميع دول العالم. بنبدأ نقدم المشاريع، سواء كل مشروع له علاقة بالتخصص بتاعه. فإحنا في التصميم الداخلي بدأنا نقدم المشاريع اللي إحنا اشتغلنا عليها. بتبدأ هي سايكلز بتتعمل كل فترة، وكل سايكل بيعملوا زي فوتينج للمشاريع اللي اتقدمت من جميع الدول اللي اتقدمت. بيبدأ مختصين معماريين يبدأوا يشوفوا المشاريع، يبدأوا يشوفوا التفاصيل الفنية للمشروع الهندسية، ويبدأوا بناء عليها يختاروا أفضل المشاريع اللي اتقدمت على الموقع. ده عظيم جدا. ندى، عرفت منين عن مجتمع العمارة؟ من خلال الجامعة والدكاترة بتوعنا، هم اللي رشحوا لنا أصلا إن احنا نقدم في المسابقة دي وبس. طيب وانتي؟ فعلا زي ما ندى قالت، الجامعة والدكاترة قالوا لنا نشارك في المسابقة دي، وإن هي فعلا مسابقة مرموقة قوي وعالمية، والتقديم فيها سهل، مش محتاجة مطالبات كتيرة، وإحنا بنقدم مشاريع التخرج بتاعنا، فلا تبقى حاجة حلوة. طيب عايزين نبتدي بقى نتكلم عن المشروعات السياحة الريفية. سهيل، المشروع بتاعي أنا لما بدأت أفكر فيه، إحنا كان مطلوب مننا نحل مشكلة في مصر، فأنا كنت بفكر في مشروع مختلف شوية. مين اللي طلب منكم تحلوا مشكلة؟ الدكاترة. يعني بيبقى كل سنة بيبقى فيه متطلبات كده، إن إحنا نبص على الأهداف بتاعة التنمية المستدامة العالمية. عظيم. وبناء على نشوف مشاكلنا وتحدياتنا ونشتغل عليها. SDGs goals، ونبدأ نشوف مشكلة في مصر نبدأ بقى نحلها بطريقة مبتكرة. فقعدت أفكر في فكرة الزراعة وإزاي هدمجها مع التصميم الداخلي، ما إن الزراعة بيبقى فيها شوية حاجات الناس ما عندهاش توعية عنها. فبدأت أدرس شوية في الزراعة، إزاي أخلي الناس تعرف إن في زراعة عضوية، إن الحاجات الأورجانيك والبيور هي اللي بتكون هيلثي أكتر. فبدأت أدمج ده مع التصميم الداخلي، وعشان أنا عارفة الناس ما بتحبش الحاجات الإديوكيشنال قوي، إن هم يقروا مقالات علمية وبتاع، فأنا إزاي هجذب الناس للمشروع. فابتدأت أحط أنشطة زراعية، الناس تيجي المكان، هي زي قرية سياحية معتمدة على التنمية المستدامة، محافظ بيها على البيئة. وبدأت اخترت اللوكيشن يبقى مكان زراعي، وعشان برضو الناس تبقى عارفة إن مصر هي أصلا بلد ريفية زراعية، نرجع بقى للأصل بتاع بلدنا، والناس اللي هتروح هناك تعيش يوم ريفي زراعي، تبعد بقى عن الجو بتاع المدينه والدوشه بتاعه المدينه. لا، هو هيروح يقعد. انا شميت ريحه الهواء دلوقتي بتاع الريف. بالظبط. طيب كده. طيب كملي، انشطتهم ايه؟ يعني هيعملوا ايه طول اليوم؟ المكان بالنسبه للانشطه الزراعيه، لا، في انشطه كتيره جدا. في مثلا نوع من الزراعه الاورجانيك بيتزرع جوه المكان في الانتيريور سبيس، ما ان انا تصميم داخلي، اسمه الهيدروبونيك سيستم. ده مش محتاج ان انا ازرعه في مكان خارجي، اقدر ازرعه جوه البيت. ده هيبقى من ضمن الأنشطة، إن الناس تبدأ تزرع بنفسها، تقطف المحاصيل بنفسها، تبدأ مثلا أنا عندي ثروة حيوانية في المكان، يعملوا الفطير بنفسهم، الجبنة، يطلعوا ياكلوها في التراس، أعداد بقى ريفية على الأرض وسط الأراضي الزراعية. فكل الحاجات دي بدأت أفكر فيها على ما يوافق بقى طبعا الطراز المعماري. أنا اخترت المكان الفيوم لأنها مكان زراعي وسياحي في نفس الوقت. فبدأت أدرس التصميم المعماري بتاع المدن اللي في الفيوم، المباني عاملة ازاي، الماتيريالز عبارة عن ايه، علشان أخلي الطابع الريفي
جوه المبنى بتاعي، بحيث اللي قاعد في المبنى هو قاعد في مكان لاكجري بس in a simple way. تمام، فكرة الجمع بين الرفاهية وفي نفس الوقت البساطة دي حاجة في منتهى الجمال، وانك تبقى شايفة كده قد ايه الحاجة فاخرة لكن في نفس الوقت قريبة بسيطة من الطبيعة وشبه الناس اللي قاعدة فيها، دي بتبقى حاجة مختلفة. طيب انا عايز اعرف بقى، انت يا ندى يعني برضو اشتغلتي على حاجة بنفس الطريقة، الأقمشة اللي اشتغلتي عليها في منطقة أخميم في سوهاج، أقمشة النول اليدوي التاريخي، دي حاجة يعني متميزة جدا وأصيلة مصرية قوي. بالظبط. فكرة ان انت تشتغلي على المنطقة دي بالذات وان انت تختاري التصميمات اللي تكوني تشتغلي عليها، احكي لي الحكاية كلها جت ازاي. تمام، هي اول حاجة أخميم هي اصلا قرية في مدينة سوهاج، هي مشهورة جدا من زمان على مر العصور يعني المختلفة بالأقمشة النول اليدوي والتطريز والحرير، وحتى كمان زمان كانت بتصدر كساء الكعبة وكانت معروفة بمدينة 10,000 نول يعني، وإن هي كانت مانشستر ما قبل التاريخ يعني. فمن هنا بدأ الموضوع، إنه أنا لقيت إن الحرفة دي كان فيها اهتمام كبير جدا زمان على مر العصور المختلفة، وبعد كده بدات ان هي تندثر شويه، ما بقتش موجوده زي الاول، ما بقاش فيه اهتمام كبير بيها. فحبيت ان انا اسلط الضوء على المشكله علشان نقدر ان احنا نساعدهم ان هم يبقى عندهم اماكن للعرض كويسه، يعني تليق ان السياح كمان يقدروا يتعرفوا اكتر على الثقافه والحضاره بتاعتنا. الفكره اصلا قايمه على التفاعليه بين السائحين وبين انهم يقدروا يروحوا ويشتغلوا بايديهم ويستخدموا النور. بالظبط، هم يقدروا فعلا ان هم يجربوا بنفسهم البروسيس نفسها بتاعت النسيج علشان يعني يرتبطوا اكتر بالحرفه ويعززوها، يعني يحسوا بقيمتها اكتر. ده عظيم. توجهنا للتاريخ، وتوجهنا للتاريخ برضو مع نورهان، مركز لاحياء اللغه الهيروغليفيه. كان مشروع كنت حابه على طول من صغري ان انا اشوف حاجه احافظ بيها تاريخ مصر، وان انا لقيت فعلا ان انا اعمل مشروع تخرج الاحياء الهيروغليفيه دي حاجه حلوه قوي ان انا اعمل مشروع كده. كانت فكره المشروع ان انا عايزه ادمج الهيروغليفية وأركز في الفنون المصر القديمة، النحت والبرديات والكتابة والموسيقى، كل ده تبقى في مكان واحد وإنها تبقى لها علاقة بالهيروغليفية. المشروع كان مقسوم طابقين، بركز تحت اللي هي المعارض الترفيهية التعليمية، والدور التاني بتبقى تعليمي بس، بحيث إن الطلاب ييجوا يتعلموا ياخدوا كورسات هيروغليفية تعليماً، وممكن كمان ياخدوا الورش الفنية، الميتال ووركس، السكالبتشر، البينتينجز، البرديات، كل ده بيحصل في المركز بتاعنا. الدور الأول المعارض بتاعي كنت حابة إن المشروع يبقى ليه علاقة بالظل والنور، وإن أنا في أحس الزائر بالتنقل ما بين الوقت والعصر، ما بين تطور الهيروغليفية خلال الفترات ما بين الأسرات بتاعت المصريين القدماء. فكان متقسم المعارض على ثلاثة. أول معرض اللي هو معرض الضلمة، ده بيبقى ليه علاقة إنها تبقى البدائي بتاع الهيروغليفي اللي هو أبسط البداية بتاعتها لحد، وكل ما بقدم في المسيرة بيبقى النور بيزيد والظل بيقل والصوت بيبقى بخلي الفيزيتور يحس برهبة شوية في المكان، لان انا عايزه فعلا احقق الفكره ان الظلم هي جهل، وان لما ما اعرف حاجه بدخل في نور وبدخل في علم كبير. حلوه كده. فده كان المصريين القدماء مهتمين قوي ان العلم والقراءه والكتابه كان حاجه مهمه قوي. مع ان انا تخيلت وانت بتقولي ضلمه ونور واستخدام الضلمه والنور، تخيلت انك هتبقي يعني رمز لها على ان مثلا في اسرات كان في وقتها في تنميه اكتر، في اسرات أيوة كانت مش مهتمه اكتر، فممكن تبقى مستخدمه الضلمه في الاقل تنميه. يعني انت عملتي الاثنين مع بعض ولا لا انا بقول اي كلام؟ لا، عملنا الاثنين مع بعض. الفكره دي. وان اخر نقطه في المعرض ده هي حجر الرشيد، بحيث ان هي فعلا اللي فكت رموز الهيروغليفيه ودخلتنا في الحضاره ونفهم الحضاره اكتر، فهي اللي خلتنا نشوف بقى الهندسه والطب ونفهمها اكتر اللي هم كانوا بيعملوها زمان. انا كان نفسي اسالكم اسئله على سنكم، بس انتم ما شاء الله يعني معديين. انا كان في اهداف التنميه المستدامه، ايه اهداف التنميه المستدامه اللي انت حققتيها سهيله من خلال المشروع؟ أهداف التنمية المستدامة اللي أنا حققتها إن الماتيريالز اللي استخدمتها في المباني بتاعتي أولا تبقى فريندلي مع البيئة، ما تضرش البيئة عندي.
مواد طبيعية موجودة في المكان. طبيعة البنى عامة في الفيوم الفاونديشن بتاع المباني بيبقى حجر قارون وبعد كده يطلع طوب أحمر. حاولت ان يبقى الطراز المعماري هناك معتمد على الفتحات المعمارية الواسعة الكبيرة، فحاولت ان انا ده ارفلكت بيه على المشروع. نفس الوقت احافظ على صحة وسلامة الاشخاص اللي هيبقوا متواجدين، ان هم يكونوا في مكان امن صحيا ليهم، مكان بيور، هواء نظيف، ان هم قاعدين في مكان نظيف مش مكان مهيئ ليهم. الاكل اللي بياكلوه اورجانيك، سواء بقى فاكهه خضره، هم بياكلوا حاجات اورجانيك مزروعه قدامهم على الاراضي الزراعيه اللي هم قاعدين وسطها فيها. يعني الاكل اللي هياكلوه، الجبنه، الفطير، الحاجات دي كلها بتتعمل اوريدي، هم بيعملوها بايديهم وبتتعمل من المحاصيل بتاعه المكان. فكان مهم جدا ان انا احقق بيها، احافظ بيها على سلامه الناس اللي هتبقى متواجده عندي في المكان. استخدمت سستينبل ماتيريالز، ان هي تعيش معايا عمر طويل، لان السستينبيليتي مش هيتحقق غير انه حاجه تبقى صديقه للبيئه وعايشه عمر طويل، ما مش محتاجه ان انا اعملها مينتيننس او ان انا صيانه كل شويه. فدي كانت حاجة مهمة جدا استخدمتها. ده ما يزيد عن 10 اهداف. هايلة. طيب لو جينا بقى قلنا ان يعني احنا بقالنا فترة مهتمين جدا بتوثيق حاجات كتير موجودة عندنا في مصر، التلي السعيدي مثلا بيتوثق، انت عملتي الفكرة دي او بتحاولي ان انت تعرضي من خلال الصناعات التراثية او الاقمشة التراثية دي، بتعرضي بقى ايه، بتعملي تاريخ وتوثيق بشكل مختلف للثقافة من خلال حاجة عايزاها تفضل عايشة وحية؟ بالظبط، اكيد طبعا. انا اصلا هدف المشروع كله هو احياء التراث العالمي والمحافظة عليه، فانا كان هدف المشروع بتاعي ان انا اعرف الاجيال القادمه كمان على التراث بتاعنا، لان الحرف اليدويه دي هي اكتر حاجه بتمثل بلدنا واكتر حاجه احنا نقدر نظهرها للعالم عشان يبقوا عارفين يعني احنا مين وتاريخنا ايه وبنعرف نعمل ايه. فمن هنا جت الفكره ان انا حاولت ان انا اوضح للعالم قد ايه دي حرفه مهمه في بلدنا. انا عندي مفروض في المشروع معرض تراثي بيعرض الاقمشه اللي على مر العصور المختلفه القديمه والأقمشة الحديثة كمان اللي بتتعمل حالياً فيه المفروض، وكمان الجزء اللي هو التفاعلي اللي هو بيخلي السياح نفسهم أو الفيستورز يعني كل الموجودين بالضبط الزائرين إن هم يقدروا يتعرفوا على المهنة أكتر بشكل أحسن، وكمان في جزء للديزاينرز إن هم يقدروا يحطوا تصميمات مختلفة جديدة متطورة يعني انسبايرد من الكالتشر بتاعتنا أساساً علشان تقدر ده برضو تظهر للعالم. يعني أنت مدفرة كذا حاجة، مدخلة اقتصاد في الصناعات انك هتخلي المصممين يستخدموا ويشتغلوا التصميمات بتاعتهم، عامله جذب للسياحه واكتيفيتي او نوع من انواع النشاط للسائحين، بالاضافه بقى للجزء المهم جدا اللي انت كان هدفك فيه اللي هو التوثيق لحاجتنا كمصريين. مظبوط. طيب ده عظيم. نورهان، ازاي وصلنا لان احنا نفوز بهذه الجائزه؟ يعني جائزه يعني في مسابقه، يعني في منافسه، صح؟ صح. طب عايزين نفهم اكتر برضو شروط المسابقه كانت عامله ازاي وازاي قدرنا ان احنا نفوز في النهايه. هو المسابقه ما كانش فيها شروط معينه، هو الفكره بس ان احنا نشارك بمشاريع كويسه فكريا، وان في اكيد اهداف المشروع تبقى كويسه وانها نقدر فعلا نحققها لو اتعملت. المشاريع كانت تحت اشراف طبعا الدكاتره بتوعنا. كم واحد بيشارك؟ طيب كم واحد مشارك؟ في البارت بتاع انتيريو ديزاين كان كطلاب كان حوالي 15 20 طالب حول العالم يعني. بس فده كان المنافسه ما بيننا يعني. فعلا كان مشاريع حلوه قوي، ولو كان مشاريع افكار اصلا حلوه انها تتحقق، فده ده نفس المنافسه كانت قويه للصراحه. طيب انا شايفه ان المسابقه كان فيها ثلاث اقسام لغايه دلوقتي، كل حد فيكم اشترك في قسم، هل في يعني اقسام ثانيه ما كناش توفقنا فيها او ما شاركناش فيها بعدد كفايه بحيث ان احنا نقدر نحصل على مراكز متقدمه زيكم؟ هي المسابقه فيها جزء معماري اللي هو الاركيتكت اللي هو بيبقى اكستيرير اكتر، وفيها جزء التصميم الداخلي اللي هو الانتيرير. مش محددين حاجات معينه، فاحنا قدمنا في جزء الانتيرير اللي هو التخصص بتاعنا اوريدي، ومشاريعنا اوريدي كانت هدفها ان هي تكون انتيرير، فما كانش فيه اشتراطات معينه. قدمنا المشاريع اللي احنا اشتغلنا عليها، احنا اخذت مننا حوالي سنه
عن المشاريع دي بتفاصيلها برسوماتها بالديزاين بتاعها الكونسيبت بتاعها. قدمنا فيها وبناء على الفوت وتصويت الاختيار من اللي هم المعماريين المختصين اختاروا بقى المشاريع اللي اتقدمت. فطبعا مشاريع التصميم الداخلي كتيره ومختلفه وكل مشروع طبعا مختلف عن التاني. عظيم. ندى مين اللي ساعد؟ بصراحه الدكاتره بتوعي فعلا يعني هم تعبوا معانا جدا جدا، يعني عملوا مجهود كبير علشان احنا نقدر نوصل بمشاريعنا دي لحته كويسه، فانا بوجه لهم شكر يعني. وطبعا يعني انا الحمد لله برضو اشتغلت كتير على يعني عشان اقدر اوصل لحاجه يعني. البحث اكيد عملت بحث. البحث طبعا. احنا فعلا احنا اشتغلنا حوالي سنه كنا بنعمل بحث كبير عن الموضوع، وكنا بحث ده للمعلومات ولا للتصاميم؟ لا للمعلومات في الاول. ان احنا بنجمع اصلا افكار وبنجمع يعني ايه الاسس المفروض نمشي عليها في المشروع، وكنا بنعمل زيارات كمان ميدانيه يعني مثلا انا عشان المشروع ليه علاقه بالنسيج وكده فعملت زياره لمركز رمسيس ويسا واصف وقابلت الناس هناك وفهمت هما بيشتغلوا ازاي وايه بالظبط اللي محتاجينه عشان اقدر بعد كده احققه في المشروع بتاعي يعني ويبقى حاجه تساعدهم يعني. بس فهو ده اللي حصل يعني. اكيد نورهان، مرحله ما بعد الجائزه ومرحله ما بعد الفوز لما بيبقى عندنا تصميمات بنبقى حريصين قوي انها تبقى موجوده بقى بعد كده للنور وانها يتم تنفيذها، في مجال انه المسابقه دي تعمل مثلا نوع من انواع الدعايه للمشروع او يجي مستثمرين يحاولوا ينفذوا اللي انتوا عملتوه؟ صراحة سمعت كذا حد لا في مشاريع ناس اتكلمت معاها وبيحاولوا ينفذوها، وان شاء الله يعني مش حد مننا مشاريعنا يتنفذ والله يا رب. احنا كمان بنتمنى حاجة زي دي والله. سهيلة، مشروع من المشاريع كده كان في منافسة معاكي وعجبك انت شخصيا؟ كان في مشاريع كتير متقدمة وحقيقي كل مشروع كان مختلف مميز بحاجة معينة، وشفت افكار جديده متقدمه لان كان طبعا في كذا مشروع متقدم معانا فكانت المنافسه يعني كبيره. فتفاصيل المشاريع لا يعني في مشاريع كتير اتقدمت كل مشروع ليه حاجه بتميزه، وبرده كنت بتفرج على مشاريع الاركيتكت يعني اللي كانت متقدمه، لا في حاجات كتير مختلفه جدا اتقدمت من دول مختلفة، فدي كانت حاجة عظيمة جدا يعني. ندى انت كسبتي ليه؟ ايه اللي خلى مشروعك انت اللي يكسب؟ طبعا يعني هو الفوتنج في الاول في الاخر، بس يعني الحمد لله ان هو الناس شافت او اللجنة اللي كانت مختصة ان هي تصوت لنا شافت ان انا مشروعي فيه حاجة مميزة. ايه بقى هي الحاجة المميزة؟ ده سؤالي. اعتقد ان هو علشان بيحافظ على او يعني بينادي بالحفاظ على التراث بتاعنا بتاع البلد، ودي اهم حاجه اصلا بتميز اي دوله عن الاخرى. فيعني اعتقد ان هي دي بتبقى اهم حاجه في المشروع، ان هو يبقى بينادي بالحفاظ على التراث والثقافه بتاع كل بلد. كان في دول كتيره مشاركه نورهان في المسابقه دي؟ منها ايران، باكستان، الهند، في السودان، احاول افتكر الصين. كلها دول عندها ثقافات غنيه يعني. كلهم عندهم حضاره وكلهم عندهم حلوه حاجات. لما انت بقى دخلتي بحاجه فرعونيه بتمثل حضارتنا وبتمثل اصلنا في وسط دول عندهم اصلا برضو ثقافات محترمه وحضارات كبيره قديمه قائمه لمده سنين كتير، ازاي ابرزتي اللي عندك علشان تقدري تفوزي يا دول؟ هو اكيد زي ما ندى قالت هي بالفوتس، وانا ان شاء يعني حاسه الفكره ان المشروع بتاعي يكون مثلا بارز او مميز، هو الفكره ان انا عايزه فعلا احيي حاجه مندثره ومعروفه، وان اصلا بره بيبقوا مهتمين قوي بالتراث المصري القديم وبيهتموا بالحضاره الفرعونيه والهيروغليفيه، والناس بيجي من بره مخصوص عشان يشوف الحاجات دي، فحسيت ان ده هي مميز مشروعي. احنا في النهايه فخورين بيكم جدا، وانتم المفروض تفخروا بنفسكم لان انتم ما عملتوش حاجه بسيطه ولا حاجه قليله يعني، فما شاء الله ربنا يوفقكم ودايما تحصدوا جوائز، وان شاء الله نشوف مشاريعكم تخرج للنور ان شاء الله يتم تنفيذها. شكرا جزيلا لكم سهيله السقه وندى فكري ونورهان محمود فايزين بجوائز مجتمع العماره العالمي، شرفتونا ونورتونا. شكرا جدا. شكرا. نورتونا يا بنات، شغل بجد اكتر من متميز. اهلا وسهلا بيكم.